السلام عليكم. هذه حالة كتير مهمة. احنا اليوم تاريخ 19/6/2021، الحمد لله رب العالمين، توفيق من عند رب العباد اولا وابدا. انا سعيد جدا جدا لهذه الحالة. بعد 16 سنة انتظار، فحص السائل منوي صفر، تم اخذ علاجات، تم سحب من الخصية، وقدرنا نطلع حيوانات منوي عدد قليل جدا، عدد قليل جدا سليم، وبن اول محاولة. وبعدهم عملوا محاولات كثيرة وكان لا يوجد حيوانات منوية، وبعدين وجدنا حيوانات منوية. التوكل على رب العباد دائما، هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أنا هذه الحالة جدا 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 سعيد لها، هذه نعمة وفضل. بعد 16 سنة، بعد 16 سنة انتظار، الأمل لم يفقدوه، فحص السائل المنوي كان صفر، عملنا العلاجات المناسبة، تم سحب من الخصية، والله وفقهم وجبهم هالبنت الحلوة السليمة. الله يرزقها ويعطيها ويعملها، الله يعطيها الأهل، وإن شاء الله يكون هاي البنت لهم هي سند في حياتهم. وهذا فخر لهذا المركز، للمستشفى شمساني، لوحدة الإخصاب، بالتعب والجهود لجميع الكوادر اللي هي تعبت، وقدرنا نحقق هذا الإنجاز. هذا إنجاز من عند ربنا، إحنا سعيدين جدا، فرحة عامة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا. الله يخلي رب يكون هذه البنت هي بنت الخير والمحبة على هذه العائلة. إحنا سعيدين، كل الطاقم سعيد، العائلة جدا سعيدة، أنا سعيد جدا إنه ربنا أعطاهم على إيدينا. الفرحة بتيجي من عند ربنا، واحنا سعيدين جدا. 16 سنة من انتظار، تم اخذ العين.